السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لي غوسات دو مريم. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال البراوني. كيجي الصراحة واعر، كيجي زوين بزاف، معلك وكيدوب في الفم. كله شوكولات، يعني الا كنتو كتحماقوا على الشوكولا بحالي كنصحكم انكم تجربوا هذه الوصفه، ما غاديش تندموا عليها. كتجي هذيك القشره الفوقانيه مقرمشه، والقلب ديالو رطب بزاف، يعني كيجي فيه واحد المذاق رائع. البراوني ديالي صايبته في هاد المول ديال البراوني اللي تصيفط ليا من طرف اميل باتيسري. غادي نخلي لكم الرابط ديال السيت ديالها، وعندكم واحد التخفيض بالكود برومو ديالي الا كنتو بغيتو تنتوما يكون عندكم بحال هاد المول. الصراحه هو زوين وسهل عليا الخدمه. غادي نبداو التوجد ديال البراوني ديالنا. عندنا هنايا 180 غرام ديال الشوكولاط الاسود، عندي 130 غرام ديال الزبدة اللي تكونوا خليتوها في درجة المطبخ وتكون زبدة نوعية جيدة، 3 البيضات تاهما تكونوا جابدينهم من قبل وتكونوا خليتهم في درجة المطبخ. عندي هنايا 75 غرام ديال السكر القهوي ولا لاكاسوناد، ولا ما كانش عندكم غادي تخلفوه بالسكر سنيدة العادي. وعندي تاني زائد واحد 50 غرام ديال السكر سنيدة، 50 غرام ديال الدقيق، 25 غرام ديال الكاكاو، واحد القبيصه ديال الملح، ساشيه ديال السكر فاني. وكيبقى اختياري من بعد باش غادي تعمروا البراوني ولا تخليوه عادي ما ديروا فيه حتى شي حاجه. انا هنايا خليت قطع ديال الشوكولاته الاسود شي 60 غرام، وثاني واحد 60 غرام تقريبا ديال القرقع اللي حمرتها شي شويه في المقله باش تعطيني واحد المذاق زوين ويجي مقرمش. صافي، هنايا غادي نبدا بالمرحله الاولى اللي غادي ندوب الشوكولاته والزبده في نفس الوقت في حمام مريم، يعني غنخليهم على نار مهيله ونخليهم يذوبوا على خاطرهم، ونبقى كل مره نحرك مزيان حتى ما يبقى حتى شي طرف ديال الشوكولات وديال الزبده، يكون هذاك الخليط متماسك مزيان ويكون جاري وزوين. صافي، اون فوا غادي يكون كلشي داب ليا، غادي نحيدو من الحمام مريم ونخليه يدفى ليا واحد شويه. وفي هذاك الوقيتة غادي نوجد البيض اللي غادي نهرس، غندير مع هذيك القبيصه ديال الملحه وغادي ندربهم شي شويه. يعني تقدروا تستعملوا الدراب ديال الايد، حيت في البراوني ما خصناش نضربوا الخليط ديالنا بزاف، يعني غادي عين نبقاو نخلطوا شويه باش نجمعوه، وما غاديش نضربوه باش نحصلوا على شي نتيجه اللي كتجي قريبه للكيك. يعني هنا غادي ندير السكر ديالي، كما قلت لكم انا عندي السكر هنا القهوي. الصراحه السكر لو سوكر برين، السكر القهوي ولا لاكاسوناد، كيجيب واحد المذاق اللي هو خطير، اللي هو زوين بزاف، وهو اللي كيجيب هذيك التعليكه في البراوني. يعني كننصحكم انكم تستعملوه هو، والا ما لقيتوش هذيك الساعه غادي تعوضوه عيب السكر سنيده عادي. كندير هذيك الساشيه ديال السكر فاني حتى هي وكنضربو مزيان، ولكن ما غاديش نضربو بزاف كما قلت لكم، يعني خاصني نحصل على هاد النتيجه هذه، هاد الرغوه. عاد تكون عندي هذيك الرغوه غادي نحبس، حيت الا بقيتو تحركوه بزاف وتضربوه بزاف غادي توصلوا للنتيجه اللي قريبه للكيك، وحنا ما بغيناش نديرو كيك، يعني بغينا نديرو براوني ويجي معلك من الوسط. صافي، كما شفتوا راني زدت عليه هذاك الخليط ديال الشوكولاته والزبده، دربته واحد جوج ثلاثه دقائق وحبست. غادي ندير الدقيق والكاكاو، كما شفتوني راني غربلته باش يدوز رقيق ويجيني زوين في الخليط ديالي. ودابا غادي نخلط عيب شويه، عيب الخاطر، عيب ايدي، ما نستعملش الدراب، غادي ديروا لا ماغيز ولا غادي ديروا واحد المعلقه ديال الخشب باش تخلطوه مزيان من التحت حتى الفوق. دابا غادي نجرب لا فيديو، ولكن سيروا مع عيو الخاطر باش يجيكم البغوني ديالكم زوين، وكتجي هذيك القشره الفوقانيه اللي كتكون مقرمشه في البراوني. كما كتشوفوا دابا صافي حصلت على نتيجه اللي هي زوينه وكتلمع وملسه. صافي، دابا زدت هذاك القطع ديال الشوكولاته، تقدروا تقطعوه صغر من هكاك، انا خليته شويه كبير، درت معاه القرقع اللي تا قطعته شويه صغير. صافي، ها هو البراوني ديالي
العجينه ديال البراوني ديالي واجده، دابا غادي نديرها في المول كما وريت لكم هذا المول من قبل. يعني الصراحه كيسهل الخدمه كما كتشوفوا، كيتحل من التحت يعني من بعد مي غنبغي نحيدو منه غادي يجيني ساهل، ويعني ما كيلصقش، ما احتاجتش انني ندير ورق الطبخ. يعني الا استعملتو مول ديال الدجاج ولا ديال الحديد يكون مربع ولا يكون هكا ريكتانغولير، ما تنساوش انكم ديروا ورق الطبخ حيت البراوني غادي يلصق لكم فيه. صافي غادي ديروا هذيك العجينه ديال البراوني ديالكم وتسرحوها مزيان باش تجيكم مقاده من كل جهه. ما تنساوش انكم تكونوا سخنتوا الفران ديالكم على 180 درجه الفوق والتحت. هنايا كما كتشوفوا راني كنزوق بالقرقاع بالبيبيت ديال الشوكولا البراوني ديالي، كديروا هذاك على حسب اختيار ديالكم. يعني الفران خصو يكون سخون مزيان ملي تخشيو فيه البراوني ديالكم، وهو كيطيب دغيا عندكم من 20 حتى 25 دقيقه ديال الطياب، ما تفوتوهاش كما كتشوفوا باش تشوفوا واش راه طايب. غادي تخشيو فيه واحد العويد ولا واحد الموس، والراس ديال العود ديالكم خاصو يكون باقي فيه الشوكولات. صافي خاصكم تخرجوا البراوني ديالكم من الفران. هذيك الساعه غادي تخليوه يبرد في درجه المطبخ على سطح العمل ديالكم، غادي يكمل شويه طيابو من الوسط، ولكن الا بغيتو انا ما كنخليهش يبرد في سطح العمل، كنخشيه ديريكت من الفران كنخشيه للثلاجه، حيت كيعجبني هذيك التعليكه اللي كنلقاو في البراوني، كيجي بحال شاد راسو شويه من الوسط. يعني ملي كنخرجوه من الفران وكيدخل لهذيك الثلاجه مع هذيك البروده اللي كضربو بالشوك تيرميك، كيعقب بحال دغيا كيجمع راسو، وهو اللي كيجيب هذيك التعليكه. الصراحه جربوه انكم تدخلوه ديريكت للثلاجه وتخليوه يبرد مزيان قبل ما تقطعوه قطع صغار. انا هنايا كانت مسهله ليا الخدمه، يعني مقطع ديجا ما يحتاج نقطعو، كما كتشوفوا كيتحيد ليا بسهوله من المول، وكيتجي هذيك القشره ديالو الفوقانيه مقرمشه، التحتاني ديالو طايب مزيان، والوسط كيجي معلك وتيدوب في الفم. الصراحه كيجي واحد المذاق بنين بزاف، كنصحكم انكم تجربوها. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، الى عجبتكم ما تنساوش انكم دعموني باللايك بالبارطاج باللي كومونتير. الى كنتو جداد اول مره تجيو تشوفوني هنايا ما تنساوش ديروا لابونمون قبل ما تمشيو. تقدروا تواصلوا معايا في انستغرام في مريم جاتو، راني كتبتها لكم هنايا، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.